المهم اليوم غنشوفوا ستاتيستيك. اول حاجه غنبداو بها هما اربعه الحوايج. كيسيون الاول اللي كيعطيك في اي اكزيرسيس ستاتيستيك تعطيك فيها الكيسيون هو الاول. اول حاجه عندي شنو هي لا بوبيلاسيون. دونك لا بوبيلاسيون نفترض عندي بزاف ديال لي زابارتمون كندرس. دونك انايا خديت واحد التجزئه سكنيه ياك بغيت ندرس فيها لي زابارتمون بغيت ندرس ليهم المتر كاري ديال. دونك لا بوبيلاسيون هي سي لونسومبل دي زابارتمون، يعني داكشي اللي كندرس المجموع ديال داكشي كامل اللي كندرس. واضح؟ دونك هذه كتسمى لا بوبيلاسيون. دونك ثاني حاجه عندي لا كاركتير ايتيدي. كاركتير ايتيدي شنو قلنا؟ شنو هو الحاله المدروسه. دونك انا اسيدي اذا كنت في واحد المجمع سكني فيه بزاف ديال الابارتمون وانا كنت كنعبر العبار ديال كل ابارتمون شحال فيها متر كاري، دونك الكاركتير ايتيدي هو المتر كاري ديال دوك لي زابارتمون كاملين. ثاني حاجه عندي لا ناتور، يعني بيان سور غيكون عندي الكاركتير وغيكون عندي لا ناتور ديالو. دونك لا ناتور غنشوفو من بعد، غنساليو هادو غنشوفو لا ناتور. لا ناتور هو الطبيعة ديالو فاريابل، واش كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف، المهم غادي نشوفو دابا. من بعد عندي لانديفيدي. انت اللي كنتي كدرس بزاف ديال لي زابارتمون كدرس لهم متر كاري، دونك لانديفيدي هي وحدة من داكشي اللي كدرس كامل، يعني هانسو لابارتمون. واضح؟ ليشانتيون، من بعد عندي ليشانتيون. ليشانتيون بيان سور هو عينة، إلا كتمشي تقدا شي حوايج راه كتقدا واحد الشانتيون من عندو كتسمى عينة. واضح؟ هادو ما خصكش تضيعهم، هادو تقدر تربح ليهم بجوج نقاط، ما خصكش تضيعهم في أي إكزيرسيس. واضح؟ دونك دابا غنمشيو لي فاريا. لي فاريابل فيهم جوج، كاين الفاريابل كاليتاتيف وكاين الفاريابل كونتيتاتيف. كاليتاتيف تو سامبلومون انا باش كنفرق ما بين لي فاريابل من لي موداليتي. دونك عندي لي زيكس اي وعندي لي زين اي. دونك لنفترض كاليتاتيف هو شي حاجة بحال دابا باغ اكزومبل عندك واحد ليزومبلوي كدرس لا سيتياسيون فامي ديالو. دونك انا الا كنت كندرس لا سيتياسيون فامي ديالو نقدر نجي ندير هنا واحد سيليباتير، واحد ماري ديفورسي. دونك الكاليتاتيف ديما كيكون عبارة عن كلمات. انا ديما باش كنفرق ما بين الكاليتاتيف والكونتيتاتيف من لي زيكس. واضح؟ ثاني حاجة عندي الكونتيتاتيف فيه ديسكري واش والكونتوني. عندك لي زيكس اي وعندك لي زين اي. قلنا ديسكري كيكون عبارة عن عدد طبيعية اللي هو واحد جوج ثلاثة اكسيتيرا. ابخي عندي لا فاريابل كونتوني فيه لي زيكس اي و لي زين اي. دونك الكونتوني كيكون عبارة عن دي كلاس، يعني مجالات تقدر تكون عندي ما بين 5 و 10، ما بين 10 و 15، ما بين 15 و 20، ما بين 20 و 25. دونك انا ملي كيقول لي الكاركتير ايتيدي اي سا ناتور، لا ناتور كنحدد ليه انطلاقا من داك السيري ستاتيستيك اللي غندرس اللي غيكون عندي في ليكزيرسيس، كنحدد ليه انطلاقا من لي زيكس اي ديالو كنحدد ليه واش هذاك الفاريابل كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف. فهم؟